الولايات تعرضنا لبرنامجنا تدوير البلاستيك تدوير الكرتون. أهلا بكم في مدرسة فيفالدي لاسيستا المدرسة الإيكولوجية. رواق هذا يتضمن المرحلة الخامسة من البرنامج وهي إقامة الوصل ببرنامج دراسي نموذج شبكة توزيع الماء. الانطلاقة تشم من السد لتصل إلى محطة المعالجة التي تقوم بدور المعالجة ليصبح الماء شروبا، ثم يجب الانتقال بالماء إلى الخزان الذي يسهل توزيع الماء الشروبي ليصل إلى صنبور المنازل. بعد هذا نعالج المياه العديمة في هذه المحطة لنحصل على مياه خاصة للسقي. النموذج الثاني شبكة توزيع الكهرباء. تنطلق الكهرباء من محطة توليد الكهرباء الرئيسية ثم في اتجاه أبراج الضغط العالي ثم المحطة الفرعية لتصل إلى مكان محول جهد منخفض، وفي الأخير نستفيد منه داخل وخارج المنازل. لتدويرنا إلى مطبات يمكن استعمالها في حديقة المنزل. أنا أنتمي إلى مدرسة ميري. Sur le market, nous avons fait deux parties. Les énergies renouvelables, par exemple, l'énergie solaire, l'énergie nucléaire. Bonjour, je m'appelle Anis Mouillet. Ça, c'est ma maquette. Je l'ai divisé en deux. Il y a les énergies renouvelables, l'énergie nucléaire, les énergies solaires, les énergies éoliennes et les énergies hydrauliques. Et il y a les aspects de la pollution, les déboisements, les eaux noires, les eaux usées et la marée noire et la désertification. حظيرة من البلاستيك وجمعناها، وبقي عندي في المنزل القليل من ثوب مستعمل، فقمت بصنع هذه الأشياء. نحن ننتمي إلى مدرسة سيدي موسى المجدوب، ونحن الذي صنعنا هذه المنتوجات. هناك منزل تجيب بجانبه بطاريق بلاستيكية، وهناك مزرعة، وهناك هرم غذائي به حليب وبشقاته الخضر والفواكه والحبوب والقصاني. صنعنا ضفادع من الكرتون، وصنعنا فراشات من الورق المقوى. شكرا. هذا من دواعي الفخر والاعتزاز أن نجتمع اليوم لمدرسة جازوري بجماعة الشلالات من أجل إحياء الحفل الإقليمي ورفع اللواء الأخضر وتتويج المدارس الإيكولوجية للموسم الدراسي 2018-2019 الذي تشرف عليه بشراكة مع وزارة التربية العالية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. إذن اليوم جينا لمدرسة الجازولية الابتدائية بجامعة الشلال للاحتفال بالإنجاز اللي حققته المديرية بجميع مكوناتها على الصعيد الجهوي والوطني بالفوز بواحد 7 ديال الشارات ديال اللواء الأخضر في برنامج المدارس الإيكولوجية، و4 ديال الميداليات الفضية، وهو في الحقيقة واحد الإنجاز اللي هو رائد على المستوى الجهوي والوطني، واللي كتنظم كل سنة بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. إذن المحمدية الآن عندها واحد التحدي كبير، هو المحافظة على يعني الألوية الخضراء اللي حصلت عليها، العدد ديالها 34، وثانيا ترشح لألوية خضراء جديدة. بطبيعة الحال هو عمل جماعي مشترك، جميع مكونات الحقل التربوي ساهمت فيه، السلطات الإقليمية، جمعيات المجتمع المدني، الأطر الإدارية والتربوية، هناك أيضا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، النقابات التعليمية. إذا واحد المجموعة ديال الشركاء اللي ساهموا باش نحققوا هذه الريادة. مدرسة الجازولي شكرا. جواد ميري المدير العام لمجموعة مدارس ميري. اليوم تنحضروا لهذا الحفل الإقليمي ديال المديرية الإقليمية لتسليم اللواءات اللواء الأخضر للمؤسسات اللي فازت بها، والحمد لله المؤسسة ديالنا كانت ما بين المؤسسات اللي فازت باللواء الأخضر، وهذا نتيجة ديال العمل اللي كنا قمنا به منذ هذه السنة بالتنسيق مع المديرية الإقليمية، مع السيدة نعيمة في المديرية الإقليمية،
مع مؤسسة محمد السادس. والحمد لله هذا برنامج كان لتحسيس التلاميذ على البيئة، على اقتصاد الماء، اقتصاد الكهرباء، على فرز النفايات، وهذا تنظن أنه مستقبل كما نقولوا، إلا نقدروا نقولوا مستقبل البشرية هو البيئة. دونك من الواجب علينا ومن واجب أي مؤسسة أنها تهتم بهذا المحور، تهتم بهذا المشكل ديال البيئة، وتحسس التلاميذ، لأن التلاميذ ديال دابا هما رجال المستقبل. نعيش اليوم عرسا بيئيا بامتياز. نعيش اليوم عرسا بيئيا بامتياز في إطار الاحتفال بتتويج المدارس الإيكولوجية. هذه المدارس التي حازت على الاستحقاقات الثلاث، اللواء الأخضر، ثم الشهادة الفضية والشهادة البرونزية. مجموعة مدارس فيفالدي شاركت بمدرستيها، مدرسة لاسيستا ثم مدرسة الشمس، وقد حازت مدرسة الشمس على اللواء الأخضر، ومدرسة لاسيستا حازت على الشهادة الفضية، وذلك لموسم الدراسي، الموسم الدراسي 2018-2019. ونحن لجد سعداء وفخورين بهذا التتويج، وأشكر جميع تلاميذ وتلميذات مجموعة مدارس فيفالدي والأطر التربوية. وآخر ما يقال، السلوك الجيد، السلوك البيئي الجيد الأفضل لحماية البيئة. السيدة نعيمة خزري، منسقة إقليمية لخلية التربية البيئية على صعيد المديرية الإقليمية بالمحمدية. التواجد ديالنا اليوم بمدرسة الجازولي الإيكولوجية التي حصلت على شارة اللواء الأخضر الموسم الدراسي 2018-2019، اليوم هذه المؤسسة تحتضن لنا الحفل الإقليمي لجميع المؤسسات المتوجة. 7 مؤسسات حصلت على شارة اللواء الأخضر، و4 مؤسسات حصلت على الشهادة الفضية. طبعا هذا الحفل سبقه حفل تتويج على صعيد الجهوي بالمديرية الإقليمية سيدي بنور، اللي طبعا تم في واحد الإطار بحضور سيد مدير الأكاديمية وممثلين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة اللي كترعاه الأميرة للا حسنة. كان عندنا 7 ديال المؤسسات اللي حصلت على شارة اللواء الأخضر، كما شفتوا كتشمل تقريبا جميع الجامعات على صعيد العمالة المحمدية. عندنا كذلك 4 مؤسسات حصلت على شهادة فضية، شملت لينا كذلك جميع الجامعات اللي تابعة العمالة ديال المحمدية. وفي هذا الإطار كنقدم الشكر الجزيل لسيد المدير الإقليمي اللي دائما كيقدم لنا الدعم ديالو الكبير لهذا الملف ديال البيئة. كنقدم الشكر الجزيل لسيد المدير ديال المدير الأكاديمية. كنقدم الشكر الجزيل لخلية التربية البيئية الأستاذة إحراش المليكة على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الدار البيضاء سطات. كنقدم الشكر الجزيل كذلك لأعضاء اللجنة الوطنية لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. وطبعا ما غاديش نساو المؤسسة اللي احتضنت لنا هاد الحفل البيئي كيف ما شفتوا، وكذلك المؤسسات اللي شاركت معنا بعروض بيئية، وجميع الأطر التربوية والإدارية اللي ساهمت في هذا الحفل البيئي. كذلك كنقدم الشكر الجزيل للجميع المتعلمات والمتعلمين، لان كما شفتوا اليوم وطبعا طارق راه كتديروا معنا دائما كتكونوا معنا، هو الهدف كامل هو السلوك البيئي للمتعلم والمتعلمه. وطبعا ما نساوش جهويه بريس اللي دائما مساندنا وحاضره معنا. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا.